هذا وتم بولاية غليزان تسليم مفاتيح أزيد من 2700 وحدة سكنية بمختلف الصيغ وسط فرحة كبيرة للمستفيدين. التغطية للزميل حمزة الزروقي. أولا أشكر ربي سبحانه شحال من عام وراني بحال قارع، نشكر السيد الوالي وشاف دايرة والسلطات الولائية والحمد لله بحال من 2007. لا الحمد لله بعد غبينا هذيك ما كانش اللي يقعد غير مقبول، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يرحم الشهداء الله يرحم الشهداء، وتحية الجزائر تحية الجزائر، هذه هي الجزائر الجديدة. وبالمناسبة أطمئن ساكنة غليزان أن هناك حصة إضافية تقدر ب 500 سكن سيتم الإشهار عن القائمة خلال هذه السنة، بالإضافة إلى هناك حصة أخرى تقدر ب 1242 حصة سكنية سيتم تبليغنا، وسيتم الشروع في دراسة الملفات والإعلان عن القائمة. بهذه الأرقام كما تعلمون في الخمس محطات السابقة وهذه المحطة الأخيرة بالنسبة للقائمة المشهرة، كنا لحقنا إلى توزيع 7058 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الحصة تاع اليوم المقدرة ب 2735 نصل إلى ما قدره 9830 وحدة سكنية خلال العامين الأخيرين 2021 و 2022.